السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن، وحلقة جديدة من برنامجكم فيكم الخير. كلنا بندور على السعادة، وكلنا لما بندور عليها بندور على المال والبنون أو العيال زي ما بنقول، إذ ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إن هم زينة الحياة الدنيا. لكن ساعات بننسى اللي بيبقى، وربنا سبحانه وتعالى برضو قال عليه الباقيات، أو سماها الباقيات الصالحات. تخيلوا ايه هم الباقيات الصالحات؟ هم زي ما قال عنهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انك تذكر ربنا وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تعالوا نعيش مع الذكر ونعيش في رحاب الذكر، ونرحب بحلقه جديده مع حضراتكم بفضيله الشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا بك يا شيخ ابراهيم. يا اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. وحضرتك دايما يا رب بصحه وعافيه وخير. يا رب امين. من احلى الحاجات اللي بنستمتع مع حضرتك بيها دايما القصص اللي بتحكيها لنا، دايما كده ما شاء الله عندك علم وذخر كده، ان انت بتدينا حاجات ودايما حاجات كتيره جدا منها انا واحده من الناس اول مره اسمعها او ما اعرفهاش قبل كده. ربنا يبارك في حضرتك، وان شاء الله دايما دقايق اروع ما يكون ان شاء الله. يا رب. من ضمن القصص اللي حضرتك قلت لي عليها في قبل الهوا او قبل التصوير، ان احنا عندنا قصه الكريم والبخيل، وان ازاي الصدقه بتمحي الذنوب وبتزيد الرزق وبتبارك فيه. عايز اسمع بقى انا حضرتك القصه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، ونشهد ان لا اله الا الله الذي قال سبحانه في المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق. الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: لما خلق الله جنة عدن وغرس فيها أشجارها وأجرى فيها أنهارها أذن لها أن تتكلم، فقالت الجنة: قد أفلح المؤمنون. فقال الله تعالى: يا جنتي وعزتي وجلالي، لا يجاورني فيك بخيل أبدا. أما بعد، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. أما البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. ولا يوجد للإنسان صفة أعز من صفة الكرم، فإذا كان الكرم صفة من صفات الله وصفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأحسن أن يكون الإنسان كريما، لأن الكرم يورث العز ويورث السعادة ويورث كثرة المال ويورث التيسير في الأحوال ويورث الهداية للأبناء، وفي كل الأحوال أنت كريم والله أكرم. صحيح. نخرج من هذا الأمر إلى قصة كان فيها كريم وبخيل. كان هناك رجل من بني إسرائيل، هذه القصة قصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل من بني إسرائيل متزوج من امرأة، وكان يجلسان وأمامهما دجاجة، قاعدين يأكلوا قدامهم دجاجة، فطرق الباب طارق، فخرجت المرأة وقالت: يا زوجي، إن بالباب سائل يريد أن يأكل، أعطيه شيئا من الدجاجة؟ قال لها: لا، اطرديه من على البيت واغلق الباب خلفه ولا تعطيه شيء. عما قريب، هذا البخل أورث هذا الرجل فقرا، فلما افتقر واشتد فقره طلق زوجته لأنه لا يستطيع الإنفاق عليها، لا حول ولا قوة، وطلقت منه الزوجة. وبعد أيام تزوجت هذه المرأة من رجل آخر، وكان يجلسان للطعام وأمامهما دجاجة، وطرق الباب طارق، فلما تكرر نفس المشهد، تكرر نفس المشهد. ولما خرجت الزوجة لتفتح الباب هشت وبشت وقالت لزوجها: إن بالباب سائل. فقال لها: ارفع الطعام كله وأعطيه له. فلما رفعت الطعام، الدجاجة وبقوا اللي حواليها
وراحت ادته للسائل، ولما عادت عادت والهم يملأ وجهها والدموع تملأ عينيها وهي تبكي بكاء شديدا، فقال لها: لماذا تبكين؟ قالت له: أبكي. قال لها: لأنك تصدقت بالدجاجة؟ قالت له: لا والله. قال لها: وعلام البكاء؟ قالت له: أتعلم من السائل؟ وانت عارف مين اللي كان بيسأل الله؟ قال لها: لا. قالت له: إنه زوجي الأول، ده جوزي الأولاني البخيل. فقال لها: أتدرين من أنا؟ قالت له: لا. قال لها: وأنا السائل الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوف السلف ودين زي ما بنقول يا شيخ هي كده. إبراهيم، نخرج من هذا، نخرج من هذه الرواية وهذه القصة على أن الرجل لابد أن يكون كريما. صحيح. وأنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فإن أنفقت أنفق الله عليك، وإن كنست ضيق الله عليك. صحيح. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. يعني نفهم من كده أن الدنيا سلف ودين، اللي هتعمله النهاردة حتى هتشوفه بكرة، ومع ذلك البخيل برضو ربنا اداله درس، يعني على قد ان هو طرد السائل الاول وما رضيش يديله حاجه، بس ربنا اداله درس ان جعله هو مكان السائل، بس ربنا كان اكرم منه، خلى السائل، خلى الراجل اللي هو ساله اداله ومن عليه بالاكل، وطبعا هي منه من رب العالمين اولا واخيرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. صحيح. اعمل ما شئت كما تدين تدان. صحيح.